متابعي لالا بلوس، اهلا ومرحبا بكم فقرتكم الفنيه هاشتاغ مشاهير. اليوم غادي نبداو الاخبار ديالنا بالفنانه دنيا باطمه اللي كان عندها يوم السبت اللي فات حفل في اطار فعاليه الدوره 7 مهرجان قفطان مزاغر. القات الفنانه المغربيه دنيا باطمه خلال الحفل قفطان مغربي مميز نال اعجاب الناس اللي كانوا حاضرين، وخلال نفس المهرجان تم تكريم الفنانه دنيا باطمه كسفيره القفطان المغربي، هو الشيء اللي فرحها بزاف وعبرت عليه من خلال هذا التصريح. هذا حاجه كبيره بالنسبه لي انا، ولقب مهم بالنسبه لي، واليوم غادي يتم تكريمي ان شاء الله في تظاهره قفطان مزاغون ان شاء الله لدورته السابعه 2018، ويا رب نبقاو دائما سفراء لبلادنا سواء بالقفطان او بكل شيء جميل. وما شاء الله القفطان المغربي كما كتلاحظوا اصبح عالمي الان، وان شاء الله دائما نبقاو في تالق يا رب. ومن الجديده غادي نمشيو لمدينه الدار البيضاء اللي كان فيها الجمهور البيضاوي على موعد مع العرض الجديد ديال الفنان الكوميدي حسن الفد هوز كبور. العرض اللي جسد فيه حسن شخصية شهيرة بين المغاربة كبور، وتميز العرض بالعديد من اللقطات المضحكة والطريفة اللي نالت إعجاب الناس. ومورا العرض كان لالا بلوس موعد مع الفنان حسن الفد اللي كشف من خلاله لعشاق سلسلة كبور والحبيب أنه غادي يكون فيها جزء تاني خلال رمضان اللي جاي. رمضان غنصوم، لكن سلسلة دوزيام بارتي ديال كبور والحبيب إن شاء الله. رمضان مبارك سعيد، الصحة والسلامة باش تميتوا إن شاء الله. وغادي نواصل الأخبار ديالنا هذا الأسبوع بخبر متعلق بالدورة 17 للمهرجان موازين اللي تم الكشف على بعض أسماء الفنانين اللي أكدوا الحضور ديالهم هاد السنة، ونذكروا منهم كل من ماجد الرومي، كاظم الساهر، إيهاب أمير، أمينوكس، وبرونو مارس. وباش نساليو النشرة الفنية ديالنا لهاد الأسبوع غادي نكتشفوا تيزاغ الأغنية الجديدة ديال أمينوكس، غنجيبو اللي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مدينة الدار البيضاء وبأحدث التقنيات، واللي قام بالإخراج ديالها المخرج المغربي الموهوب عبد الرافع العبديوي. ومن المرتقب أن أمينوكس غادي يقوم بإصدار الكليب كامل نهار 6 أبريل. وهكذا متابعينا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا لهذا الأسبوع من هاشتاغ مشاهير، وموعدنا كيتجدد بكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة، فكونوا دائما في الموعد.